لكل دهراتكم الرمضانية بخمسة برودكتس بس من سيفورا. كيف خمسة برودكتس؟ كيف سبع خطوات؟ حتنصدموا وتعرفوا اللي أنا بحبه عن جد. بس كن أفر بيخفي التعب، بيعطي جلو للوجه. إذا مفكرين إنه شغلة الجلوس خلصت، إلا مرحبا يا حلوين، أنا ديما. بفيديو اليوم حعلمكم سبع خطوات لنحصل على مكياج سريع سهل وفرش لكل دهراتكم الرمضانية باستخدام خمسة برودكتس بس من سيفورا. عم تسألوا حالكم كيف خمسة برودكتس؟ كيف سبع خطوات؟ فانتظروا الفيديو للآخر لتعرفوا كل التفاصيل وشو عملنا. بس قبل بدنا نقول هاي لوحيدة، تركت لي كومنت كتير حلو. أنا مبسوطة يا وحيدة أنه أنت صرت تهتمي ببشرتك. نحن هون بجمالوكي تنساعدكم كلكم لتصيروا تهتموا أكتر ببشرتكم. كتروا التعليقات لأنه عم شوف كل التعليقات، وأكيد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة جمالوكي وتضغطوا زر الجرس لتكونوا أول مين بيحضر الفيديوز. هلأ خلينا نبلش. أول شي يا صبايا بدنا نتأكد أنه نظفنا بشرتنا. أنا أكيد كل بنت منكم صارت تعرف الغسول المناسب لبشرتها. تاني ستيب هي مرطب. أنا حكون عم بستعمل من سيفورا مرطب اسمه HYA. إذا بحكي عنه حتنصدموا كرمال، حتنصدموا وتعرفوا اللي أنا بحبه. هذا المرطب فيه هايلورونيك أسيد، يعني أنتوا بتعرفوا الهايلورونيك أسيد باي ناو إنه فيه كتير قصص منيحة، وأهم شي فيهم إنه بيحبس الرطوبة جوات البشرة، يعني ترطيب لمدة أطول. وتاني شغلة عن هذا المرطب إنه بيعطي جلو للبشرة، يعني بشرتنا حتصير جلوي. وكم مرة أو كم شخص بيعرف إنه برمضان بشرة أكتر شي بتتعب لأنه في نقص مي، لأنه عدتهم كتير بغير فيديوز. بس هلأ حخبركن إنه نحنا بحاجة نرطب بشرتنا، وهيدا المرطب حيعطينا الإطلالة والإشراقة للبشرة اللي بدنا إياها بهيدا اللوك. وتالت شغلة واللي هي صراحة علقتني بهيدا المرطب، هي فينا نستعمله كبيز للميك اب، يعني كبرايمر. فأنا عم بحط مرطب وبرايمر بنفس الوقت، بدل ما احط 2 ستيبس عم بحط ستيب واحدة. وعلى فكرة 96% من مكونات هيدا المرطب هن من أصول طبيعية، يعني أنا بكون ضامنة شو عم بحط على بشرتي. هلأ صار وقت الفاونديشن. حقلكن عن فاونديشن أنا بستعملها، هي من سيفورا اسمها Best Skin Ever. هيدي الفاونديشن مثبتة إنه هي بتخفف علامات الإرهاق والتعب. نحن عم نعمل ميك اب خلال رمضان كمان الإفطارات أو الظهرات، شو بدنا أحسن من هيك عن جد؟ يعني حتعطينا ال Best Skin Ever. اسمع مسمو مش هيك؟ حوزع بهيدي البروش الفاونديشن. برجع بذكركن هيدي الفاونديشن هي Medium Coverage وبالدبل، يعني بنحط اول لاير فينا نرجع نحط لاير تاني. هيدي الفاونديشن فيها هايلورونيك اسيد كمان، يعني بتضمن لكم 12 ساعة من الترطيب. انا حكون عم بدمج ببرش من سيفورا رقم 06. هيدا الفاونديشن بيضمن لكم 12 ساعة ترطيب لبشرتكم، وكمان بيحميها من العوامل التلوث الخارجي. يعني أنا بكون عم برطب بشرتي وكمان عم بحميها من أي عوامل خارجية ممكن تأثر على بشرتي وتعمل لي أي بثور على البشرة. انتبهتوا هيدا الفاونديشن شو عامل لبشرتي؟ عطاني كفرج بس مش فول كفرج، هو ميديوم كفرج بالأصل. عطاني هيدا الجلو، تناسق لون البشرة، أنا كتير حبيته. هلأ كمان للكونسيلر حكون عم بستخدم من نفس الكولكشن من سيفورا Best Skin Ever. هلأ حتشوفوا أنا نقيته درجتين أفتح من بشرتي. أكيد أنا قايلت لكم أنه هلأ صار درج نخفف برودكت على الوجه ونطبق بهيدي الطريقة. حاستعمل براش من سيفورا رقم 02 لأعمل بلند للكونسيلر. الميك اب اللي عم نعمله هو حيكون جلوي ميك اب، حنعمل نضارة للبشرة، حيكون خفيف، ما حيكون هاي كفرج. بدنا البشرة تتنفس وبدنا نحط أقل كمية ممكن من الميك اب. هيدا الكونسيلر من سيفورا هو بالدبل، أول شي هاي كفرج وبالدبل، يعني نحنا فينا نحط أول طبقة، حبينا بدنا بعد تغطية بنحط طبقة تانية، ما بيأثر. وكمان بيعطي الترطيب لتحت العين لمدة 12 ساعة. يعني تتذكروا لما قلت لكم على الفاونديشن
best skin ever من سيفورا لما طبقته بيعطينا 12 ساعة ترطيب. الكونسيلر نفس الشيء. هيدا الكونسيلر هو لونج وير، يعني بضايل معنا خلال النهار أو إذا أنت ضاهرين بالليل بعد الإفطار للسحور. وهلأ وصلنا للبارت المفضل عندي، فكيف إذا عم طبق هيدا البارت باستخدام واحدة من أفضل أو أكثر الماسكارا اللي بحبهم؟ هيدا الماسكارا من سيفورا اسمها سايز أب. لما حدا يسألني ليه بتحبي هيدا الماسكارا؟ الجواب ولا أهي من هيك، لأنه بتعطيني السواد، أنا منقيتها بالشيد ألترا بلاك، كمان بتطول الرموش وبتعطيهم كثافة وما بتخليهم يلزقوا ببعض. وبعتقد هيدي مشكلة انتو يا صبايا بتواجهوها، وانا كمان كنت. تعرفوا انه بهيدا اللوك الماسكارا كتير اساسية، لانه نحنا مخففين الفاونديشن كونسيلر حاطينه كمان خفيف، ما حنكون عم نستخدم غير ماسكارا وشوية ليب جلوس. حطينا طبقة ماسكارا، فينا نحط لحدود 3 طبقات. هيدا الميك اب بيحمل تحطوا طبقات ماسكارا قد ما بدكم، وهالماسكارا ما حتجمع لكم رموشكم. حنطبق ماسكارا على الرموش التحتانية كرمال نوسع العين شوي، لأنه الميك اب كتير خفيف فبيحمل. بس على فكرة صبايا، انتو مش مضطرين تكتروا ميك اب وتحطوا كتير كرمال يطلع الميك اب تبعكم حلو، او انه يطلع في عندكم جلو بالبشرة او بالميك اب. اللي عم نعمله ستبس بسيطة كتير هينين، وهلأ اشوف النتيجة النهائية حتنسحروا. حطينا الماسكارا، انا حطيت 3 طبقات ماسكارا لانه why not. هلأ حكون عم استخدم للشفاف من سيفورا جلوس ليب جلوس بشيد بيزي، لون كتير طبيعي، حتشوفوا قدي حلو عن جد. هلأ تبقوا سوري ما تحكوا معي، أنا بيزي. انتبهتوا الجلوس قدي زاد حياة على الميك اب؟ الميك اب اللي عم نعمله هو ميك اب ناعم كرمال ظهرات رمضانية أو خلال النهار، بيخفي التعب، بيعطي جلو للوجه، وكمان بيعطي حياة. وهيدا الجلوس مناسب 100% كرمال هيدا اللوك. إذا مفكرين إنه شغلة الجلوس خلصت، إيه لا، بعد في عنا ستيب وحدة حنعملها بالجلوس وحتنبسطوا فيها كمان. مفكرين حاستعمله كآي شادو؟ نو، حاستعمله هالمرة ك بلاش. حنستعمل بلندر، لأنه حسيت هيدا الميك اب بده شوية لون، وحنمرق الجلوس على الأنف كرمال نعمل إيحاء كأنه نحن وير سان كيست. نحن خلصنا الميك اب، هيدي هي النتيجة. ليكو قدي طبيعي وقدي الميك اب ناعم وعطى حياة للوجه، وكمان ما فينا ننكر إنه قدي الجلو ظاهر وحلو. وهلأ حأعطيكم حيلة صغيرة كرمال نعمل تويست للإطلالة. نحن بحاجة بس لبوبي بينز، تاخدوا قسم من الشعر حد العين وبتلفوه بهيدي الطريقة وبتثبتوه على الطرف. وهيدي تسريحة شعر كتير سهلة وسريعة وكمان مرتبة، بتناسب كل ظهراتكم الإفطارية أو كمان خلال النهار. هيدي التويست الصغيرة قدي عملت حياة بعد أكتر على هيدا اللوك. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا اللوك وهيدا التسريحة، وكمان حبيتوا البرودكتس اللي خبرتكن عنها من سيفورا، بجننوا ليكو السكن قدي رائعة واللوك والجلوس. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة جمالوكي وتضغطوا على زر الجرس لتكونوا أول مين بيحضر الفيديوز، أكيد متابعة على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز، وما تنسوا تنزلوا تطبيق جمالوكي. وأنا بشوفكم بغير فيديوز، باي.